وبرضه فار ايست اغلى حاجه في الطيران، بس هناك كصرف فلوس وكاكل وفسح لا البلد رخيصه. مالديفز برضه الفيزا مفيش فيزا، بتوصلي على طول لا هناك. ما احنا بعيدنا كده عن سفريات القد الايد، انت ليه وديتينا المالديفز دلوقتي؟ انا كنت متفقه معاكي على سفريه انا وانت نسافرها على قد الايد. ماشي، ممكن نشوف مثلا في 3 مناطق دلوقتي لذاذ قوي وهايلي ريكومندد: ارمانيا، اذربيجان، جورجيا. اوكي، الثلاثه دول نفس الخط قريبين جدا من بعض. الفيزا اون ارايفل ارمانيا اونلاين ب$7، جورجيا ب$20 بتطلع بعد 5 ايام working days، حلو قوي. واذربيجان من السفاره برضه بس بتاخد 3 ايام working days. الموضوع سهل اوكي قوي، كلهم ماكسيمم بتاعهم $20 الباس، حلو قوي. وورقها سهل مش محتاجه اي حاجه. جورجيا بس محتاجه تصريح امني زي تركيا، وده بيطلع من اوكي العباسيه بياخد 24 hours. حلو حلو. ودول يعني مثلا ارمانيا الجنيه بتاعهم ب 12 جنيه، فموضوع حلو قوي يعني. انت الموضوع سهل مش صعب. طيب ايه بقى البلاد اللي انتي سافرتيها ومش هتكرري التجربة تاني؟ حاجة ما حدش هيقتنع بيها قوي، بس انا بالنسبة لي باريس مش عايزة اروحها تاني. ليه؟ ديزني لاند حلوة، باريس كبلد نفسها زحمة جدا واوفر بقى اوفر، الناس كلها بتتصور في الشارع عشان تعمل ريلز وفلوجز، ما حدش يعني، وبلد اكسبنسيف قوي كان بالنسبة لي، والمترو بيتوه وفيها سلالم كتير قوي، بنطلع سلالم كلها على رجلنا، فكان بالنسبة لي مش ألذ بلد رحتها يعني، كنت تايهة فيها يعني كده، كنت تايهة بس هي بلد حلوة يعني، مش هنا هي حلوة في ممكن احلى ما منها. تتكررش تاني. يعني انا على فكرة عندي برضو مبادئ لبلاد ما تتكررش تاني، والناس تقعد تقولك ليه اسبانيا مثلا، انا بالنسبة لي ما تتكررش تاني مع ان الناس كتير بتحبها، بس يعني انا شفتها يعني ما اختلفناش كتير عن اسكندرية، يعني حسيتها شبه اسكندرية بورسعيد، يعني في حاجات شبهها ايوه عندنا هنا في مصر. فهي اختلاف واذواق، وطبعا الحاجات البلاد اللي فيها طبيعة بتكسب في الاخر زي الحاجات اللي بصراحة. انتي قلتي عليها. طيب ايه البلد اللي ممكن تروحيها تاني، حبيتيها وممكن تروحيها تاني؟ حاجات كتير قوي منهم مثلا امستردام، لان البلد صغيره قوي قد الجونه كده في مصر. ممكن تركبي كروز تلف البلد كلها، تبقي شايفه المباني، كل مبنى ليه تاريخ. عندهم تاريخ يعني، مش بلاد كتير قوي عندها حته التاريخ دي. وبلد عامه كوزي يعني ما حدش بيتوه فيها، بتلفيها كلها هي على رجلك صغيرة أوي أصلا. قوي. الاكل بتاعهم كان لذيذ، الدويتش كالتشر نفسها حلوه يعني. يعني ده بيفطروا طعمية عادي. بس البانكيكس، دويتش بانكيكس لذيذة، الفرايز بتاعتهم حلوة. برضو إيطاليا برضو لذيذة قوي، إيطاليا كل بلد فيها تحسي برضو إنها مختلفة، وهي شبه فعلا اسكندرية عندنا، والشعب لذيذ قوي. أكتر شعب حبيته مثلا بتاع إيطاليا. برضو فار ايست عامة برضو حلوة، لأن هي بلد تعتبر بالنسبة لنا رخيصة مش غالية كإكسبنسز هناك. فمثلا تايلاند من البلاد اللي أنا ممكن أقررها، لأن تايلاند فيها ايلاندز كتير قوي، معظم الناس بتروح العاصمة بانكوك وبوكات أز هاني مون، بس في حاجات تانية فيها كتير قوي زي كرابي وفي ايلاندز كتير، فحاسة إنها ممكن تقعدي فيها شهر مثلا، تقعدي تلفي في البلد كلها. صح. بس طيب بما اننا داخلين بقى على الموسم بتاع الكريسماس والنيو يير، فايه السفريات بقى اللي المفروض يعني الواحد يروحها يسافرها في الوقت ده؟ بس انا ممكن برضو ندخل حته كده جوه مصر، لان مصر طبعا فيها اماكن كتير قوي طبعا تتراح وحلوه قوي. طبعا. الاقصر واسوان اتس هايلي هايلي ريكومندد، انا رحتها مثلا 3 مرات وممكن اروحها 4 و5، لان برضو فيها كذا اكسبيرينس. ممكن تجربي تركبي كروز وتلفي في الاقصر واسوان، ممكن تقعدي في النوبه، بيت في النوبه، ممكن تقعدي في اوتيل عادي، ففي ديفرنت كالتشرز، او ممكن تجربي اكسبيرينس مختلفه باختلاف المكان نفسه. سيوة، سيوة عندهم موسم الحصاد من أول شهر نوفمبر، فده بيبقى هاي سيزون بالنسبة لسيوة، والجو هناك بيبقى حلو قوي. أنا من سنتين قضيت النيو يير هناك وبسطت قوي، فكالتشر عامة مختلفة، شعب بتاعها طيب قوي. برضو عندنا في مصر في حاجات كتير قوي في مصر ممكن تتراح يعني، بس دول أكتر حاجتين حساهم وينتر ديستنيشنز. راس شيطان ونويبع برضو حلوين قوي، بحب راس شيطان جدا. تحفة. طيب عايزة أسألك، جربتي experience سفري لوحدك؟ سافرت لما رحت فرنسا، سافرت لوحدي يعني، سافرت كذا سفريه لوحدي، بس دي كانت اكتر حاجه سافرت عملتها لوحدي يعني. وشنطتي ضاعت في المطار، فكانت دي كانت اكسبيرينس، عشان كده مش حابه تروحي فرنسا تاني. تقريبا هو دي، ايه دي المشكله، انك كنت تقريبا لوحدك وشنطتك ضاعت وكده.